ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد في قناة نكهات مغربية في كندا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله اليوم غادي نعمل معكم الفقاس التقليدي بنين بطريقة سهلة. نتمنى أن هذا الفيديو نال إعجاب ديالكم، ودابا ان شاء الله غادي ننتقل للمقادير. بالنسبه للمقادير عندي على بركه الله عندي 5 البيضات. البيضه الخامسه غادي نحيد منها اصفار ديال البيض باش غادي ندهن بها هذا الفقاس في الاخير. عندي كاس ديال الزيت، كاس سكر الخشن، كاس ديال العصير، هذا كبر من ديال السكر الكيسان الاخرين اللي عبرت بهم، كاس ديال العصير، فيه اللوز. بالنسبه للوز انا رطبته ليله كامله في الماء الزهر، من بعدها دخلته الفران غير شويه يشد شويه صافي وخرجته. نص كاس ديال الحليب، نص كاس ديال الماء الزهر، قبصه ديال الملح يعني شويه، ملعقه ونصف ديال خميره الحلوى. بالنسبه لهنايا تقريبا 2 ملاعق كبار بين النافع وحبه الحلاوه، وهذه الزلافه الصغيره ديال الجلجلان. اما بالنسبه للدقيق هو على حسب الخليط، انايا درت هنا 900 غرام، وغادي نوريكم في الاخر شحال هزت ليا. على بركه الله نبداو الطريقه. بسم الله غادي نضرب كاع السوائل هنا مع البيض على بركه الله. نضيفو نص كاس ديال الماء الزهر، كاس الزيت، كاس السكر الخشن، نص كاس ديال الماء ديال الحليب عفوا، قبيصه صغيره ديال الملحه. غادي نضرب هذا الخليط كله ان شاء الله. عفوا نسيت ما قلتش لكم، غادي ندير كيس ديال سكر الفانيلا، غادي نضيفه للخليط. بسم الله الخليط كله غادي نخوي في هذه البلاصه، انتما تيبان لكم الخليط ديالو كي تيكون. دابا غادي نضيفو الجلجلان، غادي نديرو النافع وحبه الحلاوه، نحاول نحركو هادشي. غادي نضيفو اللوز. غادي نبدا نضيف الدقيق، غادي نكمل بيديا ان شاء الله.
غادي نضيف هذيك ملعقه ونصف ديال الخميره، غادي نجمعو كلشي. هانتوما هذا هو القوام ديالها، دابا ان شاء الله غادي مزال نشكل فيها باذن الله. مهم ما تتكونش قاصحه بزاف وما تتكونش رطبه، يعني هذا هو القياس ديالها اللي خاصو يكون. دابا غادي نبدا نشكل فيها باذن الله على بركه الله. غادي نحيد هذا باش نشكلها فوق البوطاجي. بالنسبه 900 غرام يعني شاطت ليا هذه تقريبا جيت شي 850 اللي هزت ليا. ها انتم اللي شاط ليا من 900 غرام. من بعد ما شكلناها تتكون العجينه ما تتكونش قاصحه بزاف، غادي نقسمها على 5 الكريات وغادي نشكلوها على هذا الشكل كما تشاهدوا. غادي ناخذ لاطا نفرش عليها ورق الزبده، نبدا نشكل في هذه الكريات. غادي نديرهم على شكل باغيت يكونوا شويه رقاق، على حساب نتوما يا شكل الفقاس اللي بغيتوه كبير ولا يكون صغير. وفي نفس الوقت غادي نضغط عليه شويه من الفوق باش يلقى من يبدا تيطيب يلقى فين يتنفخ، لانه لا خلينا على داك الشكل الا ما ضغطيش عليه شويه من الفوق غادي يقدر يتفرقع ويتشقق لكم من الفوق. هذا هو السر على شيء يتشقق، ضروري خاصكم تضغطوا عليها شويه من الفوق على قبل باش يصيف المساحه باش ينتفخ ان شاء الله. من بعد ما كملتهم غادي ناخذ هذاك الصفار البيضاء ونضيف عليه شويه ديال القهوه، يعني نسكافيه معلقه شويه، وغادي نحركو مزيان حتى تذوب لينا هذيك القهوه. من بعدها غادي نبدا ندهن بها هاد لي باغيت ديال الفقاس. غادي ندهن هاد لي باغيت كلهم بهاد الخليط، يعني من الفوق ومن الجناب كلها. من بعدها غادي ناخذ فرشيط ونبدا نشرط بها، يعني ديروا هذا الديكور على الشكل اللي نتوما باغين كما تتشاهدوا. انا درتو على هذه الطريقه مائله. بسم الله. من بعد ما ارتاح لينا شويه غادي ندخلو الفران. الفران يكون بارد يعني العافيه تكون هادئه، يعني ما تكونش مجهده بزاف عليه، ونبعدو على النار من التحت باذن الله. يعني بالنسبه لهذا غادي نديروا ليه طياب نص طيبه باذن الله. بسم الله. بالنسبه ليها ردنا لها نص طيبه، ها انتم كما تتشاهدوا. غادي نحاول نغطي عليها ان شاء الله ونخليها تبرد واخا نعرف نديتو، وان شاء الله ورجع لها باذن الله. من بعد ما برد لينا مزيان غادي نوريكم كيفاش نقطعوه. دابا بالنسبه لهادي خاصني نقطعوها ميله، يعني نحاول نقطعوها بهذا الشكل كما تتشاهدوا. خاص الموس يكون ماضي، هانتوما الشكل ديالها. غادي نكملها ان شاء الله، ما تكونش غليظة وما تكونش رقيقة. ان شاء الله غادي نكملهم كلهم في التقطاع يعني بنفس الطريقة، وفي نفس الوقت راني دايره الفران تيسخن
من التحت ومن الفوق يعني تيسخن كله. غادي نكملهم بإذن الله ونحطهم في الصفيحة ديال الفرن. من بعدها غادي ندخلهم الفران وغادي نخلي النار عليها غير من الفوق، يعني غادي يطيبوا على النار من الفوق مهيلة ويطيبوا على خاطرهم، ومرة مرة تنقلبهم حتى يطيبوا بإذن الله. من بعد ما طاب لنا هذا الفقاس يعني تحمر من الجهتين، هذا هو الشكل ديالو النهائي. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، ولكنتو اول مره تدخلوا القناه ديالي ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس وتبارطاجوا مع الاهل والاحباب فضلا وليس امرا. ومرحبا بالناس القدام، مرحبا بكم والف مرحبا، ومرحبا بتعاليقكم الزوينه اللي كيف وجوهكم. ونتمنى من الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. وفي اخر هذا الفيديو استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، في امان الله.